فين جميلة؟ اتفضلي في المكتب حضرتك. ميرسي جميلة. ايه يا بنتي، لازم 100 تليفون يعني وتستأذني قبل ما تيجي بيت اختك؟ تشربي ايه؟ ممكن شاي اخضر. عينيا. نعم. سكر ولا من غير سكر؟ من غير. اتنين شاي اخضر من غير سكر. حاضر يا مدام. انا بصراحه مش طايقه اشوف جوزك بعد اللي عمله مع شريف. انت لسه مصدقه الهبل اللي في دماغك؟ هبل ايه يا جميله، ده انا شفته بعيني. الباب خبط، شريف راح يفتح، لقى في وشه بلطجي بيديله في وشه ويقول له علشان تحرم تحرق عربيات اسيادك. مش زياد اللي بعته؟ امال مين؟ ما اعرفش. لا هو، لان هو اللي ظلم شريف ومتخيل انه حرق له عربيته، مع انه والله العظيم وحياه بنتي ده ما حصل. طب بس ما تحلفيش ببنتك. لا احلف، لان انا متاكده من اللي انا بقوله لك. طب انسي زياد خالص، مش مهم زياد ولا عربيته، اعتبريهم مش موجودين طالما انت مش طايقه جوزي قوي كده. شريف بقى ما سرقكيش؟ ما استغلش التوكيل اللي انت عاملاه له وبيعك كل حاجه؟ ما تقعديش طول الوقت طول الوقت تدافع عنه، اسمعيني للاخر. جوزك ما حبسنيش عندك في البيت وكان عايز يمضيني غصب عني على التنازلات، وانت بجبروتك راح تجيبي له ورقه وقلم. ما راحش جاب الممرضه واداها فلوس عشان تقول ان انا رشياها وقايله لها تقول الكلام اللي قالته ده. سمعيني بقى صوتك، اقعدي بقى دافع عنه دافع عنه دافع عنه بحرقه قوي وحراره، ما هو اصله مسحلك مخك بقسيكه. لا بصي يا جميله، هو في موضوع الممرضه انت عندك حق. موضوع الممرضه بس وكل اللي قلته ما حصلش؟ جميله ما تسمعيني، هو عمل كده ليه؟ ما هو جابها تاني علشان يصلح المصيبه اللي امك كانت عاملاها. ومين قالك ان المصيبه والفضيحه بتصلح بكذب؟ خدي بالك، انا متاكده ان امك عارفه ان الفيديو ده كان هيتسجل، وهتكوني فاكره ان انا مصدقاها لما تيجي تقول اصل انا ما اعرفش شريف اللي عمل كده من دماغه. لا يا حبيبتي، امك كانت عارفه. طب معلش يا جميله، يعني علشان ندي بس للراجل حقه، هو عمل كده ليه؟ فكر وخطط ونفذ وعمل كل اللي عمله ليه؟ ما هو عشان يلحق امك واللي عملته فينا. يا حرام، ده بيتعب قوي شريف، تصدقي فعلا بيتعب؟ طيب والمصيبه اللي امي كانت عاملاها خلصت وراحت في 60 داهيه، ايه المصيبه بقى الجديده اللي الباشا بيخطط لها؟ انت جايه لي بقى بانهي رساله؟ بنفس الرساله اللي امي جات لي بيها قبل كده ولا ايه؟ رسالة ايه ومصيبة ايه يا جميلة؟ الراجل خايف عليا انا وانتي واكرم، خايف على مصلحتنا. فجأة ضميره صحي. اه مفروض مني دلوقتي ان انا اصدق بكل براءة ان جوزك ضميره صحي وقال ايه؟ بقى خايف علينا احنا التلاتة، احنا التلاتة مش انتي بس. بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ان انتي نازلة الصبح تعملي تنازل في الشهر العقاري. اه نازلة بكرة اعمل تنازل في الشهر العقاري لامك. لا يا جميلة اوعي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.